طبعا في حالة من رفع درجة الاستعداد للموقف حقيقة، وخصوصا انه التداعيات هذا الموقف يمكن اول مرة يحصل لنا بهذا الشكل. هقول لحضرتك حاجة. هو طبعا يعني في أماكن محددة بيبقى معروف إن في أمطار غزيرة بتحصل فيها وسيول وفي توقيتات محددة، وهو في الحقيقة مصر في 11 محافظة بتبقى معرضة للنوع ده من الأمطار الغزيرة والسيول، مش من بينها طبعا المنطقة الخاصة بالقاهرة الجديدة وكده أهو. لكن نتيجة تغير الرياح فحصل انه في امطار غزيرة نزلت في المنطقة دي، ما كانش في استعداد كافي لها. طبعا انه الاستعداد الكافي ده محتاج يبقى في اعداد وصرف على بنية تحتية خاصة بتصريف الامطار والسيول، حاجة اللي ما بتبقاش بتتكرر على غير على فترات متباعدة جدا، وده مش بس عندنا، في كل الدول حتى يعني في اوروبا وفي امريكا بيبقى كده. هوت بيبقى المهم انه يتم تعامل الاجهزه سريعا مع الحدث عشان تقليل الاضرار واستعاده الوضع وحمايه المواطنين والارواح. لكن بدون قطع كلام حضرتك، يمكن امبارح كان اول امبارح في قطع للكهرباء وقعدت فتره طويله، والموضوع كان يعني تطور ل عدد وقطاع ساعات مياه كبير، الشرب ايضا في قطاع مياه الشرب، التجمع. وكمان امبارح حصل نفس الموضوع، فهل الموضوع هيتكرر بهذا الشكل على طول ولا ايه الحل؟ هقول لحضرتك عشان برضو يبقى مفهوم هو ايه اللي حصل في الموقف دوت. هو نتيجه انه كان في حجم كبير من الميه نزل، فعشان يتم تصريف الميه ديت بيبقى مطلوب التصريف ده بيتم عن طريق نفس شبكة الصرف الصحي الموجودة. فبما ان ده بيتم من خلال نفس شبكة الصرف الصحي، فبيحتاجوا الاجهزة انها توقف مياه الشرب لفترة عشان حجم المية اللي نازلة في شبكة الصرف تبقى بشكل رئيسي هي المية اللي موجودة على الارض نتيجة الامطار والمياه الغزيرة. موضوع الكهرباء بيبقى اوقات نتيجة ان المية نتيجة الأمطار الغزيرة ديت بيبقى أوقات حرصا على المواطنين إنه ما يتعرضوش لأي يعني مشكلة أو ماس كهربائي، فبيبقى في بعض الأحيان بيوقفوا الكهرباء في بعض الأماكن، أو لو حصل إن بيبقى في تعطل نتيجة إنه المطرة الغزيرة دي جت عند محول أو عند حاجة، فحرصا إنه ما يحصلش ماس أو حريق صحيح. يبقى موجود. طبعا بيتم تقييم دوت برضو حاليا من كل ماذا تم من الاجهزه المختلفه، وهل الجاهزيه كانت مناسبه ولا غير مناسبه. ردا على سؤال حضرتك، هل طب هيتكرر؟ لا، المفروض ان هو مش هيتكرر، لانه ده كان مرتبط بالحجم المهول من المياه اللي كانت موجوده والامطار اللي نازله، فكانت الخطوات اللي هم اخذوها خطوات مناسبه انها يوقف مياه الشرب لفتره معينه عشان يقدر يصرف الامطار. النهارده احنا متابعين الصبح وعندنا زملاء نزلوا بيصوروا وبيتابعوا. ايوه، في فيديو كمان بيتعرض يا باشمهندس دلوقتي على الشاشه قدامنا، انه الشوارع نشفت بشكل كبير، يعني واضح انه كميات كبيره من المطر تم شفطها. يعني انا هقول لحضرتك برضو احنا يعني في مجهودات بتتم تمت امبارح على مدار اليوم بتوجيهات من دوله رئيس مجلس الوزراء، والحقيقه كان المهم جدا نتيجه ان الحجم الكبير من الامطار والمياه اللي نزلت كان امكانيات هيئه التجمعات العمرانيه وجهاز القاهره الجديده لوحدها مش كافيه انها تتعامل، فتم دعمها من اربع محافظات قريبه، اكثر من 29 عربيه شفط تم ارسالها للقاهره الجديده لسرعه الانتهاء من المشكله دي. طبعا ما يمنعش انه كحكومه احنا طبيعي بنقدر انه في ناس عانت التلات بالليل بالذات خلال الفتره، انه كان في مفاجاه، حجم الامطار كان مهول، لسه ما كانش في التعامل السريع، كانت المعدات للمنطقه نفسها مش كفايه. طب يا باشمهندس معلش، هل ما بيبقاش في يعني معلومات من قبل مثلا الجزء الخاص بالطقس وما الى ذلك، بيبلغوا حضراتكم انه في موجه جايه، توخوا الحذر، حاولوا ان انتوا يبقى في مركز معلومات؟ يعني عايز اعرف هل ده حاجه فجائيه حصلت؟ كلام حضرتك سليم، ده بنراجعه حاليا.
وبنقيم الموقف هل فعلا الاختار اللي جه هو عادة بيبقى قبلها بيومين او قبلها بيوم بيبقى فيه اختار بحجم وتوقعات الارصاد للامطار المختلفه. فبنراجع لغايه دلوقتي من الواضح انه ما كانش التوقع يتناسب مع اللي تم بالفعل. فده يمكن ده اللي خلى انه استعداد وجاهزيه الاجهزه للتعامل السريع بنفس الطريقه ما كانش موجود. فهنراجع ده. هو من مهم جدا في التعامل مع الازمات والكوارث الطبيعيه هو ان احنا نقيم بالظبط الامور تمت ازاي، ايه سرعه التفاعل، وايه لو في اي اخطاء ناخدها بعين الاعتبار عشان ما تتكررش مره اخرى. فحاليا احنا بنعمل التقييم دوت، هنرفع بيه تقرير لدوله رئيس مجلس الوزراء. طب باشمهندس حسين لو سمحتي، صباح الخير على حضرتك. صباح النور. اهلا وسهلا. يعني برضو احنا مصر شهدت هذه الحاله قبل كده، يعني احنا تعرضت قبل كده اسكندريه لهذه السيول، وكفر الشيخ، وتعرضت اسوان قبل كده للسيول شديده. يعني الحاله دي شفناها قبل كده، وبعدها شفنا استعدادات يمكن خاصه، واحيانا تدخلت القوات المسلحه لايضا درء اخطار السيول ومساعده الناس وكده. لكن وشفنا في فتره كبيره كنت انا يعني بشوف ده، بنحضر تجارب للتصوير في المحافظات المختلفه ازاي كل محافظه بتستعد لفكره استقبال السيول وعربيات خاصه، وكانوا بيعملوا استعراضات في الملاعب والميادين. يعني قصدي ده شفنا ليه بقى الحاجات دي ما اتحركتش اللي احنا كنا بنصورها قبل كده؟ بالعكس، هو اللي حضرتك قلته ده اللي حصل بالظبط. مصر فيها 11 محافظه الاكثر عرضه للسيول والامطار الغزيره، بعضها على الساحل الشمالي، بعضها في الصعيد، بعضها البحر الاحمر. الحقيقه زي اللي حضرتك قلته بالظبط، نتيجه ما تعرضنا له من سنتين حصل اعداد جيد وتدريبات عاليه. اللي حضرتك بتتكلم عليه ده تدريب ميداني للتعامل من كل الاجهزه مع السيول. والحقيقه ان نفس التوقيت اللي يمكن احنا النهارده بنتكلم على الموقف اللي تم في القاهره الجديده ويمكن محتاج شويه مراجعة جيدة، في الحقيقة كان في سيول في بعض المحافظات الأخرى وكان في أمطار غزيرة، لكن محدش شاف أضرار واضحة. لأنه نتيجة أن دي معتاد أنه يحدث فيها هذا، وحصل إعداد كامل لها، تم التعامل باحترافية وبالإمكانيات اللي تم إعدادها في هذه المحافظات، فما شفناش الأضرار بشكل كبير وتم التعامل سريعا معها. طب باشمهندس، في يعني هل في منشآت حصل لها اي مشاكل، وخصوصا ان في فيديو منتشر لمول معروف جدا في التجمع حصل له دمار شامل؟ يعني هل حضراتكم بتحاولوا انه يبقى في مساعدات، لان برضو في الاول وفي الاخر الناس مش ذنبها، الناس عندها فتح محلات مول، في ناس عامله استثمارات، يعني راي حضرتك ايه؟ طبعا هو كلام حضرتك سليم. هو طبعا نمره واحد، في بعض مثلا الانفاق وبعض الكباري حصل بعض الاضرار البسيطه، لا بيتمت على طول من الاجهزه التعامل معاها واستعاده جاهزيتها عشان الطرق تستمر. وزي ما انتم شايفين حاليا يمكن كل الطرق بتقوم بدورها، وده برضو شيء طيب. يعني بالنسبه لحضرتك اتفضلت عليه، بعض المنشات الخاصه ان كان منازل في البدروم بتاعها او بعض المولات الاسقف بتاعتها، وطبعا ده بيورينا برضو انه في جاهزيه حتى الناس المنشات الخاصه ما حدش كان عامل حسابه على النوع ده من الكوارث. يعني فطبعا هم بيتعاملوا، ولو بيبقى في اي احتياج طبعا الاجهزه بتروح تكمل وتساعد طبعا طبيعي. بس انا عاوز اقول، لو يمكن شفتوا السنه اللي فاتت كان في اعصار في ولايه كاليفورنيا مثلا في امريكا، وازاي ده يعني سبب في دمار كبير جدا. بالرغم من الاستعدادات الموجوده، التعامل مع الظواهر الطبيعيه من المناخ في بعض الاحيان ما تقدرش تحضر له بالطريقه اللي بيحصل فيها حاجه ظاهره غير طبيعيه بتعمل بيبقى المهم سرعه استعاده الجاهزيه، وانه طبعا نحمي الارواح نمره واحد طبعا. يمكن عشان كده كان فصل الكهرباء لفتره معينه، ونستعيد بسرعه جاهزيه المكان والتفاعل فيه. بنتمنى طبعا، بنشكرك وبنتمنى التوفيق لحضراتكم، ومجهود كبير حقيقه هيتعمل الفتره اللي جايه، بنتمنى ونامل
انه يعني يوصل لكل المواطنين، ان احنا في الاول وفي الاخر عايزين نعيش في امان حتى لو في اي ظواهر طبيعيه مختلفه يعني. اشكرك شكرا جزيلا المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.